النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن تحقيق أرباح صافية بلغت 54 مليون و500 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2024 بزيادة بنسبة 215% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 2023، وسجلت الشركة نصيبا أساسيا ومخفضا للسهم في الأرباح بلغ 39 فلسا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة ب 12 فلسا لنفس الفترة من العام 2023. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مواصلة تعزيز الإجراءات التجارية، وذلك بما يسهم في تدعيم بيئة الأعمال بمملكة البحرين ورفض المنظومة الاقتصادية، منوها بدور مؤسسات القطاع الخاص في ترجمة أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، وذلك من خلال استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية للانخراط في هذا القطاع الواعد، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة ضمن الرؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك خلال حضور سعادته حفل افتتاح قاعة عرض شركة غاز البحرين الجديدة في منطقة عراد، حيث كان في استقباله السيد بشار محمد علي الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والشركة. وخلال جولة في المعرض اطلع سعادة الوزير على خطط سير عمل شركة غاز البحرين، والذي يضم مجموعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالية والمتخصصة في العديد من مجالات تركيبات الغاز وخطوط الأنابيب وغازات التبريد والتكييف وخزائن المطابخ الإيطالية والأجهزة المنزلية الكبيرة ومعدات خدمات الطعام وغيرها من المنتجات. والآن نترككم مع عدالة الأسواق المالية الخليجية. انطلقت مؤخرا فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض، الذي يعد من أبرز المعارض العقارية بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 400 جهة عارضة. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج. أرحب بك في النشرة الاقتصادية، وفي البداية أستاذ، كيف تتوقعون أن تسهم المشاركة في معرض سيتي سكيب الرياض في تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات العقارية المحلية والدولية؟ شكرا على الاستضافة، وسعيدين بمشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، وتمثيل مملكة البحرين وشركة نسيج كأحدى رواد التطوير العقاري في مملكة البحرين. مشاركتنا اليوم في الانضمام إلى نخبة من الخبراء العقاريين حول العالم، نعتبر هذا المشاركة فرصة ذهبية لإبراز محفظة شركة نسيج ومساهمتها في مجال التطوير العقاري. ما شاء الله، يعني المشاركة فيه كبير، شركات سعودية وشركات من دول مختلفة، والخبرات اللي موجودة خبرات كبيرة، فالاستفادة كبيرة بالنسبة لنا، وأتوقع إلى أي شخص أو شركة مهتم بالقطاع العقاري أن بيكون في استفادة كبيرة. بالتأكيد السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، شكرا جزيلا لك.
عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بانخفاض خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك بمقدار 107,000 برميل يوميا إلى 1,800,000 برميل يوميا. كما خفضت أوبك من توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2025 بالخفض بمقدار 103,000 برميل يوميا إلى 1,500,000 برميل يوميا. وقال التقرير إن التعديل في التوقعات بالخفض جاء بعد مراجعة البيانات الفصلية للأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.